فرحة خيالية ما توصفش، مع اني ما وصلتش الصح واش كنت حابة واش كنت حابة، مي فرحة شوية يعني ماني توقعت اكثر صراحة. 16 فاصلة اكثر من الفاصلة اللي ديتها ولا 17 يعني معناها كانت شهادة البكالوريا بالنسبة لي سهلة شوية، معناها ما توقعتهاش تكون سهلة لهذه الدرجة، وكي شغل غاضتني شوية كي انه كانت سهلة، ومع اني الحمد لله ما انا فرحتهم هي اللي اصلا تهون لي كاع تعب الايام والتعب اللي فات كاع هما جامعه. كنت نحوس على الدونتيست ولا ميدسين، راه في 42 على حسب المعدل الموزون.